ولمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يعني بداية حينما نتحدث عن الموقف المصري الواضح بشأن الوضع الحالي عند معبر رفح والبلبلة من الجانب الآخر التي تسعى إسرائيل لإقناع الرأي العام الدولي بها بشأن الحقيقة على أرض الواقع، كيف تقرأ الموقفين المصري والإسرائيلي؟ بداية، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل لا الحقائق والحديث عن أن مصر هي التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إذا تذكرنا في محكمة العدل الدولية عندما قدمت إسرائيل ردها على الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا، قال المندوب الإسرائيلي بوضوح حينها أن مصر هي التي تمنع إدخال المساعدات، رغم أن مصر هي التي تفتح معبر رفح منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتتولى المهمة الأكبر فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم بأن مصر هي التي تقع على عاتقها منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة ينافي الحقيقة تماما، خاصة مع السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعمر، وهما يخالف القوانين والاتفاقيات المبرمة، ومنها اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقضي بأن تكون سلطة على المعابر بين مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي كدور مشرف أو إشرافي. وقد تجاوزت إسرائيل هذا الحق بسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهي التي تمنع تماما إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الموقف المصري موقف واضح وصارم برفض فرض أمر واقع يتعدى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وبما يقوض حقوق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي ترفض مصر أن تكون هناك سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعلى إسرائيل أن تقوم بمسؤولياتها وأن تطلع بدورها وبوصفها القوة القائمة بالاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال المعابر الأخرى التي تربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة. نعم، طب إلى أي مدى بتظهر البيانات الإسرائيلية الأخيرة التخبط داخل دوائر صنع القرار في حكومة الاحتلال؟ بالتأكيد هناك العديد من الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في داخل إسرائيل. المستوى لا توجد أهداف واضحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وحتى مع شن عملية عسكرية في مدينة رفح لم تكن هناك أهداف واضحة لهذه العملية. تكبدت القوات الإسرائيلية على الخسائر، بل وعادت أدراجها مرة أخرى إلى شمال القطاع مع عودة حركة حماس ومقاتلي حركة حماس للعمل من خلال المدن التي كانت تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما أظهر الإخفاق الإسرائيلي الواضح في التعامل الميداني في قطاع غزة. بل وأن المدن التي كانت تسيطر عليها إسرائيل وأعلنت أنها سيطرت عليها بالفعل عادت بتشن عمليات عسكرية عليها مجددا، مثل مخيم جبيلية وحي الزيتون. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع عملياته في مدينة رفح على عكس التحذيرات الدولية المتواصلة. كما ذكرت يبدو أن توسيع هذه العمليات إلى الآن لم يحقق أي أهداف مرجوة من قبلهم. الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.